القائد اللي بيدي فرصة لكل العاملين بالمجلس الأعلى للآثار. القصة مش وليدة السنة دي ولا السنة اللي فاتت، هقولها سريعا. أنا كنت مدير عام آثار الأقصر، قابلت معالي الوزير في 2016، نهاية 2016، قلت له: معالي الوزير، هل في معاك فلوس للحفاير؟ قال لي: ليه؟ قلت له: اديتني فلوس هكتشف مقبرة في 3 أشهر. لم يتردد لحظة، وما كانش يعرفني في اللحظة دي، لكن الحمد لله اداني فلوس في يناير 2017. كان أول كشف بعد أحداث 2011 تم في أبريل 2017 بمقبرة تسمى أوسرحات، ب1400 تمثال وتوابيت وإلى آخره ومومياوات. من هنا حسيت فايدة القائد اللي بيسند واللي بيقف مع رجالته. لي الفخر إن أبقى رئيس لبعض البعثات المصرية التي استطاعت أن تذهل وتبهر العالم على مدار ال4 سنوات الماضية. كل الشكر لصبري، لمحمد يوسف، لأحمد زكري، لحمادة، للرئيس مرعي، للرئيس مصطفى، لأشرف المرمم، وكل المرممين العاملين بالمجلس الأعلى للآثار على مستوى الجمهورية، اللي قدروا مرة تانية يبهروا العالم بأعمال ترميم لم يكن لها سابقة لأي حد غير المجموعة المتميزة المصرية. معالي الوزير قال كلمة مهمة جدا، قال: إيه حكاية الاكتشافات الأخيرة؟ المكان اللي احنا بنتكلم فيه، البوباستيوم، كان فيه دبري رديم حوالي 9 متر. احنا المصريين بالرغم من اكتر من 40 بعثة اجنبية يا معالي الوزير عدت على هذا المكان، لكن ولله الحمد بالصبر والعمل والاجتهاد والاخلاص الحمد لله قدرنا نعمل اكتشافات. وكان قرار جميل جدا، مفيش يا مصطفى، مفيش يا فريق آثار تطلع تتحط في مخازن، كلها وضعت في متاحفنا المصرية اللي حالية، سواء اللي بنبنيها أو اللي انتهينا من بنائها، سواء اللي اتفتحت ولسه هتتفتح. 3 أكتوبر تم الإعلان عن 3 آبار متوسط عمق 12 متر ب59 تابوت. معالي الوزير قال إيه؟ فعلاً أكتر من 100 تابوت تم الكشف عنهم غير 59. فين؟ في 3 آبار، البير رقم 4, 5, 6 بعمق متوسط 12 متر. حرق المفاجأة لمعالي الوزير؟ لا. الجميل إنه قال الكشف لم ينتهي. الكشف لم ينتهي، وأرض منطقة سقارة لم تبح ولم تفرغ عما في جعبتها بعد. هقول السر. ايه القصه؟ الجبانه اهي، الجبانه بيفصلها سور طوب لبن. على ايدنا اليمين يعني شرق الجبانه خصصت للحيوانات والطيور المحنطه. يعني ايه؟ ببساطه يعني في راجل هناك قديما من 2500 و 2600 سنه بيبقى واقف عنده ما يسمى ورشه، عامل 200 300 موميا لقطه محنطه. يجي الكاهن اللي جه او الضيف او الموظف يقول: انا عايز اقدم قرابين، ممكن ابسطها؟ اللي بيروح دلوقتي ناحيه القرافه بيلاقي واحد بتاع بوكيه ورد، بيروح يشتري الورد وبيقدمه على المقبره. مظبوط. اللي بيحصل كان زمان بنفس المنظر ده، بيروح للمكان ده بيشتري القطه المحنطه عشان يقدمها قربان للمعبد البوباستيوم للالهه باستيت. يبقى كده فسرنا خبيئة حيوانات والطيور المحنطة والمقدسة. طيب والأدميين؟ المفاجأة إنه في ورشة لصناعة التوابيت الخشبية للمومياوات. فينها؟ لم يتم الكشف عنها بعد، إنما فين مكانها؟ إن شاء الله هنوصل له، ده هيبقى كشف آخر في 2021.
زمايلي كلنا شغالين على الموضوع ده، في كشف لورشة. طب ايه بقى الورشة؟ نفس قصة المومياوات الحيوانية. يعني ايه؟ يعني بيروح الراجل بينقي التابوت، بيقول ده عاجبني بكام بكذا. طب ليه الكشف لو احنا فاكرين ابو 59 تابوت في 3/10 التوابيت ما كانتش جلد بالشكل ده، ما كانتش مذهبة؟ هنا اختلف المكان، هنا اختلف الوضع، هنا اصبح اثنين كلاس، اثنين مستوى. هنا ده ابو كذا وده الاغنى شويه والاغلى شويه، لكن التوابيت دي كلها خشبها محلي، الخشب محلي، محل الصنع من هنا. طب نبص كلنا على اول تمثالين خشب هناك. التمثالين دول اكتشفوا في مقبره تسمى مقبره بنومس. الراجل ده كان بيشتغل قاضي من الاسره السته، بنتكلم على اكتر من 4300 سنه، 4400 سنه عمر تقريبا. ده القاضي في بنومس، المقبره في نفس المكان اللي هناك، دوله قديمه، اسره سته. عملنا حفاير، ظهر معانا الباب الوهمي الجميل جدا، ظهر معانا ابار. البير اللي على يسار الداخل عمق، ظهروا التمثالين الخشب الجمال دول. التمثال لشخص يدعى حتب كا، بيشتغل ايه؟ المبجل لدى الملك، ممكن يكون ابن بنومس في الاسره السته. الخشب ايه؟ الخشب صنط محلي. جمال التمثال، ارجو الكاميرات فيما بعد تتقدم قليلا على التمثال، هنلاقي الحواجب، هنلاقي الشنب، هنلاقي الرموش، حاجه في منتهى الروعه اللي خلقها ربنا. التمثالين دول احد الاكتشافات اللي وجدت في قريبه من الجبانه على ايدنا الشمال في مقبره بنومس. سالت معالي الوزير، قلت له احنا عايزين نعرض مع الوزير كميه كبيره جدا، عندنا اكتر من 100 تابوت زي ما معالي الوزير اعلن. قال كفايه كده، عندنا ميديا جت من انحاء العالم، والميديا المحليه اكتر يمكن 200 اكتر من 300 الله اعلم، بجانب السفراء وبجانب الساده الضيوف وبجانب الفنانين والفنانات وكله. اكتفينا بمثل خفيف او عينه للتوابيت اللي موجوده. العمل لم يتوقف، لا، بس المفاجاه الكبيره ان شاء الله باذن الله تعالى نوعدك يا معالي الوزير ان احنا هنلاقي الورشه بتاعه التوابيت اللي عملها المصري القديم، وهنا بيحب يبيع ده ابو كذا وده ابو كذا، ده مذهب وده ملون وده العادي. الفتره الزمنيه بتاعه التوابيت في منها من 26 وطالع، في منها اسره 28، في 29، في 30. المفاجاه الجميله كمان انها فعلا زي ما قال مع الوزير، سقاره لم تتوقف من عصور ما قبل التاريخ، مستمره، دوله قديمه، دوله وسطى، دوله حديثه، العصر المتاخر، على عكس بعض المناطق الاثريه اللي موجوده في مصر، ممكن بعضها بدا من الدوله الوسطى، بعضها بدا من الدوله الحديثه. ده اللي يفسر العباده في منطقه سقاره لم تتوقف عبر العصور المصريه القديمه، واستمرارا حتى بالفتره البطلميه والفتره اليونانيه والفتره الرومانيه، حتى الفتره القبطيه زي ما قال معالي الوزير. دير ديستينجويشن.